العمالقه دول اكيد يعني ده فخر ليا اللي جميله جدا ده بفضل التخصص يعني لولا البيت بكرو ريهابيليتيشن انا ما كنتش هبقى يعني اساسيتي عدوني واحس ان انا قادره اساعد في حالات فعلا بشوفها عندها مشاكل كبيره قوي وبتبقى مشكله ان احنا فعلا قدرنا عليها. انا اسمي مريم منشده انا مدرس طب طبيعي يعني دكتوره مش علاج طبيعي بس طب طبيعي يعني بشري تخصصي هو كونسلتنت وبدرس ريهابيليتيشن كنت عايشه في المانيا من 2012 ل 2018 وخلال الفتره دي كانه ربنا كان انا فاكره نفسي حاجات بلف في مكان لمكان وبتعلم ربنا عمال يعلمني حاجات عن طريق الالمان من تخصص تخصص هناك السنترز بتبقى ممكن سنتر بس للبوست اوبريتيف ريهابيليتيشن بعد البروستكتومي بس افتر هيستركتومي متخيلين بس يعني بتسبيشاليز فكانه وللاطفال لحالات الامساك لحالات ستريس انفانتس هناك المراكز كتير قوي وكل واحده سبيشاليز لان ربنا بيلففني على الاماكن لانه رزقي ان انا هرجع مصر عشان الكلام ده الناس تستفيد بيه. طبعا اول واحد طبعا افتكره واشكره هو استاذي دكتور سيف اداني نصيحه لن انساها قال لي خليكي بسيطه وقريبه من الناس احلى كلمه هو قالها لي وهي دي سبب النجاح هي دي اللي فرقت معايا ان انا قريبه من الناس وهي دي الحمد لله سبب الخير عليا. هتكلمكم النهارده عن رول اوف بلفيك فلور ريهابيليتيشن ان فيميل بلفيك فلور ديسوردرز. الموضوع ده كبير قوي بس انا هكلمكم عنه كجايد لاينز لان انا بروح مؤتمرات كتير بروح بس عشان دروس الريسيرش بس عشان ستريس ريلينج كونتنت كل ممكن توك من الموضوع ده يعمل توك كامله فكلمكم جنرالي عن الجنرال جايد لاينز. طبعا اول حاجه تو ديفاين what the definition of pelvic floor disorders. The pelvic floor disorders defined as interrelated group of conditions as voiding, erectile, pelvic organ support, and sexual dysfunctions, which can coexist together or align. Where then نتيجة إنه the pelvic floor cannot contract or work properly in a coordinated manner. يعني أقصد إنه ممكن العيانة تيجي بس عندها voiding dysfunction. ممكن يجي عندها voiding وكولوركتل عندها كمان مشكلة. ممكن تيجي عندها ثلاث حاجات البرولابس عندها urinary عندها voiding وممكن تيجي أربع حاجات معاها كمان في sexual أو في urogenital pain disorders. الفكرة في إيه؟ طبعا الانسيدنس as we all know in Egypt unknown بس طبعا الانسيدنس is more in women than men وده اللي بيخلي دايما إلى حد ما هي في يعني female problem. لو نتكلم على الامباكت as we all know psychological كل اساتذتي اتكلموا عنها. يعني ساعات بيجيبوا الام اس والحالات النيروجينيك بتيجي من المخ والاعصاب ممكن تبقى الحاله ديت سنترال انا عايز اعرف مشكله سنترال اور بريفر وعشان كمان اكلم العيانه عن البروجنوستس بتاعها عشان كل عيانه ليها اكسبكتيشنز لازم تبقى عارفه انت مش هتتحسني الا 70 انت هتتحسني 20% يبقى هل ده مناسب ليكي ولا زي اللي انت عشان تشعر عندها توقعات عاليه جدا وتيجي تلاقي النتيجه مش هي دي النتيجه اللي هي متوقعها فكل ما هيكون انا بعمل السان مارك بستعمله بحطه على صباعي بدخله جوه الانر وبندي شويه الكتريك كده ستيميليشن ونشوف بالظبط النيرف دوت قد ايه المفروض ان هو ما بين 2.5 لو لقيناه عن كده كده في معظم المصريين حاجه غريبه انا لغايه دلوقتي يمكن بيتعدى على الصوابع اللي طالعه النهارده مش عارفه ايه السبب معظم العيانين دي ليه واضح ان في مشكله في التويليت الناس بتخش تحزق وتقعد وقت طويل زي ما قال الدكتور احمد حسين في حاجه سايكولوجيكال كده مشكله في الشعب المصري ياكلوا كتير فيها انا اعرف في العياده بيجي لي العيانين عدوا اعداد مش هقول لكم قد ايه بس حاجه صعبه بقى بقعد ابص في الارقام مستغربه ايه بكم البلد اللي رابط اللي عند المصريين كتير جدا فدي بتهمني ليه عشان انا مش هروح اقوي العضله انا سايبه النيرف لازم لو في بلد نيرفي must be corrected عشان البيشنت تو امبروف عشان تفيد عشان تحس ان هي اتحسنت. وطبعا زي ما قلت لكم مهم قوي برضه النيرف ساعات نعمله قبل السيرجي عشان دوت يساعد الدكتور ان هو يعرف ايه الحوض ده الاورجنز ايه البروبلم ايه الكومبلين هي هتساعدني ازاي لازم هيبقى لها رول عشان تخف وانا دايما اخوفهم اقول لهم العيانه الشاطره اللي هاخدها خايفين ما باخدهمش عشان ايه مش تحلها كده وتبقى شاطره وان جهاز باي في البيت ده جهاز كشف بقول لهم كده يعني هيبان الارقام بتزيد ولا ما بتزيدش لو خايف هيطلع بره فكلهم اقول لها لو ما جيتيش لو ما خفيتيش هنا مالكيش قد خلاص هديك مطمطي يعني جراحات وادويه عايزه كده فتخاف فخلاص تحس انها موتيفيت ولازم تجرب الجهاز يوم الكشف
بحبها قوي احطه لها، حاسه في وجع في بين في الم مفيش، عشان العيانه ما يبقاش عندها حاجات ورمز من حاجات مش موجوده. فدي حاجه برده مهمه جدا قبل ما نبتدي. وابتدي طبعا نقول لها مين الاجهزه اللي هتستعملها، هتاخد كم جلسه، حاجه مهمه. طب دايما يبقى عندي اكسبكتيشنز اضيف عليها جلستين ولا ثلاثه، عشان العيانه لما تخف قبل تقول دكتوره شاطره ما تقعدش بقى تعيد عليا لحد. بالنسبه بقى لي اول حاجه اللايف ستايل موديفيكيشنز مهمه، بتفرق طبعا. اليورينري انكونتيننس دي حكايه، اليورينري انكونتيننس ليه، الاوفر اكتف بلادر ليه، اللايف ستايل، الكونستيبيشن لهم لازم بروجرام بديه لهم بالاكل وبالمواعيد، وياكلوا الاكل اللي انا بقوله لهم، اقول لهم اكلكوا زي الخواجات، شوفان ولبن وزبادي، بيزعلوا مني جدا. ونمنع بقى على جنب خالص الرز والمأكول، الحاجات النشويات، لان معظم العيادات من كفر الشيخ في عندهم مشكله في الرز غير عاديه. فدي من الحاجات اللي انا ملاحظاها جدا واضحه، ان النشويات واكل النشويات بيأثر بالسلب جدا على الحالات جدا. بعد كده الاكسرسايزز، كيجل اكسرسايزز مات ذا بيشنت اكسرسايز ات هوم، لازم تعملها في البيت عشان تساعدنا عشان نخلص بسرعه. ودي حاجه انا بقولها لها، ديلي براكتس از ذا كي اوف سكسس. مش تيجي جلستين ثلاثه في الاسبوع فاكره انها هتفرق، لازم تعمل الكيجل اكسرسايزز ات هوم اللي بتبقى كاستمايز، هتمسكي كام ثانيه وتسيبي كام ثانيه. اني نوع تمرين، الاندورنس خفيف قوي وتمشي بيها، ولا فليكس فاست، ولا ماكسيمال كونتراكشن، لازم يبقى بروسكرايب لكل عيانه. بديها البامفلت بتاعتها بارقام عشان تبقى عارف، وكل جلسه ممكن نغير، كل ما الاقي احسن ازود عليها، عشان بنعمل تريننج للعضل عشان تبقى احسن. اكوردنج للفيزيكال موديلز، اند ذيس از ماي سبيشاليتي، نبدا في اول واحد البايو فيدباك. واتس بايو فيدباك؟ البايو فيدباك از فيري امبورتنت، ذا بيهيفيرال ثيرابي. فكرته ان هو بيأسس الكونتراكشنز اوف ذا بيلفيك فلور ماسلز، اف اتس كوركت اور نوت، بتبقى ديسبلايد على كمبيوتر سكرين از ا فيجوال زي صوره جراف او صور للاطفال حلوه قوي، او عن اوديتري. انا بحب اعمل طبعا الاثنين، اوديتري والفيجوال، بصوره يبقى قدامنا الصور، وللكبار طبعا جرافس، لكن صغيرين تبقى بصور، تلاقي صوره بالونه فيل وفي زلومه بتطلع وتنزل، حاجات كده فاهميني، حاجات موتيفيشن للطفل. وممكن كمان اوديتري، ودي بتبقى لذيذه قوي برده للكبار وللصغيرين، يعرف ان هو شايف وسامع فيبتدي يتعلم بطريقه. وايه فائده البايو فيدباك؟ هو بيتشك if we are doing correct pelvic floor muscle exercises or not. Because pelvic floor muscle exercises correct means that they are elevated and not incorrect, I mean pulling of the button of the belly towards the backbone, leading to descent of the pelvic floor, which leads to worsening of the symptoms. The inner researchers proved the written will be verbal instructions a patient cannot learn. هم اكتشفوا كده، وكان ده سبب اكتشاف واختراع البايو فيدباك. لازم البايو فيدباك، والا العيانه هتعملها انكرنت، يحصل فاتيك، يحصل بين، يحصل worsening of the symptoms. So it's important to be a bridge to all patients with pelvic floor disorders to know how to isolate and perform correct pelvic floor muscles exercises. لان daily practice بعد كده هيبقى سهل. Daily practice by Oxford grade 3 يا دوبك تقدر تعمل لفت، مش نجيب واحده عضلاتها ضعيفه جدا وعايزين ندخلها في rehabilitation program. وسام برنيال سنسيشن، this is important. الانواع كتير، مانومتريك والكتروميجرافيك. انا بحب المانومتريك لانه اسهل وفي فاليز، الكتروميجرافيك صعب شويه بيبقى محتاج ارديو ليه فكره كده صعبه شويه. فالمانومتريك اسهل، في عندنا الحاجات اللي هي واضحه، ده هو اللي هو الازرق اللي هناك ده الطويل ده الفاجانا بريشر سنسر، ده اللي بيدخل في الومن اللي بيبقوا مارد. الثاني لو مشكلتها يورينري، الثاني اللي هو الازرق الصغير دوت الانال اللي بيدخل في الومن لو مشكلتها فيكال، او لو عندي الفيميلز الفيرجن ممكن نستعمله، او لو عندي طبعا الفيميلز الكشيه زي ما قلنا من حاجه انال. وعندنا كمان في الانال بروك ده الازرق، والثاني الابيض ده اللي هو فاجينال اللي بيعمل، ممكن يعمل حاجتين، يا سيميوليشن، وممكن نستعمله الى عكس ان احنا نعمل منه ايه؟ ريكوردنج ونشوف قوه العضلات، وده ديفيكولت يوز. ايه الانديكيشنز؟ الانديكيشنز زي ما السؤال ده بتساله حضرتك، انهي حالات نحولها علشان نعمل البايو فيدباك؟ في conservative indications اللي هي زي الستريس، زي الاوفر اكتيف بلادر، الميكس انكونتنس، البيلفيك اورجن برولابس جريد 1 الفيري فيري مايلد، الفيكال انكونتنس بجميع انواعه، الايديوباثيك، الافتر انوركتال مارفورميشنز، الايتروجينيك،
بعد الهيموريدكتومي. ممكن كمان عندنا البلفيك فلور سينرجي اللي هي الحالات المثنى، او بتكلم على الاوبستراكتد ديفيكيشن، كان بيتكلم عنها الاستاذ دكتور احمد حسين في السطول، ودي اكتر حالات ماليه العياده، مش ممكن عددهم كبير جدا تقريبا فوق 90% هم العياده كلها اوبستراكتد ديفيكيشن. وحالات الكرونيك بلفيك بين سيندرومز اللي بيجوا برضه عندهم دايما في بين في البلفس وفي الكونجشن وفي اليوريجينيتال بين، بيعمل لهم سايكولوجيكال بروبلم. والفيميل سكشوال ديس اوردرز موجوده برضه كتير، الفاجينيزم شايفاها والديسبارونيا كتير عند الستات، بس ما بتشغلش بالهم قوي، الاكثر هي موم الفيكال واليورينري. في حاجات بوست اوبرتيف ريهابيليتيشن، بوست اوبرتيف ريهابيليتيشن اكوردنج تو ذا كولوريكتال سيرجري افتر ريكتوسيل ريبير افتر تيمبوراري ستومس افتر انال سفنكتر ريبير اند راديوثيرابي تو كانسر ريكتم، لان الراديوثيرابي تو ذا بلفس بيعمل بريدندل نيوروباثي. So can lead to pelvic floor muscles weakness, which needs to be rehabilitated. Also, gynecological, after prolapse, construction operations, after hysterectomy, when there's also weakness expected after the muscle, especially in old age, urinary incontinence and fecal incontinence, after episiotomy, after radiotherapy to cancer and malignancy in the uterus, cervix, and cancer ovary. We urology, of course, after urinary incontinence, surgery and operation, when still the patient had problem, or transurethral resection of the bladder, and after radiotherapy to cancer blood. طبعا الرجالة أشهر حاجة البروستاتا، بروستاتومي بتحصل بعدها في مشاكل، ممكن يحصل إكوتراكتال بلادر، كل دي حاجات ممكن نقدر نعمل لها كابليتيشن. دي البروبز بتفصلها في سيرفيس اللي انتم شايفينه على الجنب هناك فوق، ده قليل قوي من الواحد يستعمله. يعني very minimal, it's not effective لأنه مش sensitive. لكن longitudinal probes اللي بتدخل جوه ديت دي بتبقى لما بقيت أحسن أرقامها pressure عالي وأسرع وفي وقت إيه أقل، فدي حاجة ممتازة بالنسبة للعيان. طيب الفرق عيبه بس إن هو وقت طويل، عايز صبر شهر، تعالي كمان أنتي تعالي كمان ثلاث شهور، وهي دي الإكسبيرينس كلها وفاهمة بس لها خالص، ما بمسكهاش خالص. أنا عرفت إنها بقت كبيرة شاطرة تعمل لنفسها، عضلاتها قوية دي هسيبها. في عيانة لا، محتاجة دايما تعالي ابص عليكي كمان ثلاث شهور وريني، كوني تعملي تيجي كل يوم وهكذا. البايو فيدباك لما انا جيت كان دكتور احمد بيقول لي اشمعنى العيانين، كان في ناس وكده ليش معنى انت الناس بتخف معاكي؟ بايو فيدباك مش سحر، بس محتاج قوي عشان عيان يخف انه يبقى ليه كومبلاينس للجلسات قوي ويعمل هوم اكسرسايز، وده عمره ما هيحصل الا لما يبقى فيه الريليشن شيب فيري سترونج بين الدكتور وبين البيشنت. دي حته حساسه ودي حاجه جديده على مصر الستات او في مصر ان حاجه تدخل وهنقول لها قوي واعملي يومك، الثقافه دي مش موجوده اساسا. فعايزه الثقه، بساطه في التعامل، العيانه تتكلم تقول لنفسها فيه، نديها وقتها نسمعها تبقى مستريحه، كان في جزء سايكو ثيرابي للعيانه عشان تبقى مطمنه ونشجعها عشان تقدر تكمل وتحافظ على جلستها وتجيب نتيجه ممتازه، هو ده المطلوب. في طبعا اجهزه ثانيه الكتروثيرابي، هكلمكم عن اول واحد اللي هو الالكتريكال ستيميليشن. لقيت كلمه تخوف طبعا، انا كتير بقول فايبريشنز عشان الناس بتخاف، ولما بقول لهم كهرباء هنديكي كهرباء في الحته دي قاعده تقول لي هتكهربيني قبل يوم الكارثه، انت هتكهربيني؟ اقول لها لا، ده العيال الصغيرين بيعملوها، بنسميها زغزيغ، مش هقول زغزيغ، فانا هم بيقولوا لي فايبريشنز. الالكتريكال ستيميليشن ده ليه انواع كتيره جدا. الالمان بتاع انا لما عملت رسالتي كان هو واحد تقول بيشنس، انا لما سافرت اكتشفت ان هم اكتر من 35 اربعه، مش نوع مش ممكن كتير قوي بريسكرايب لكل عيان. في نوع عايزين نعمل ستيميليشن للمسلز للبيشنس اللي مش قادره تحس العضله، لما بنعمله لها البيشنس بتقدر تفيل عشان تفيل ذيس مسل. في بيشنس لا، بنعمل لها جزء السنسري، في عيانه عايزه مني الاحساس، في عيانه عايزه مني العضله، عايزه مني السترينث، عايزه الجزء الموتور بتاع البيدندل مش الجزء السنسري اللي هتحس بيه. وفي نوع تاني مثلا العيانين اللي عندهم الاوفر اكتيف بلادر، في انذر تايب اوف الكتروثيرابي الكتريكال ستيميليشن، ده بيبقى فاجينال، ولو كان يراجل هنعمل انال للبلادر. وفكرته ان هو بيعمل ايه هنا؟ عايزينه هنا يسبرس في حالات ستريس، كنا عايزينه لا بالعكس ده ستيميليت ويسترينثن. وممكن نعمله حالات الاي كونتراكتايل بلادر زي ما كنت بقول، بتجيلي كتير الحالات ديت، بتبقى عندها الريتنشن تحط اساطر والحكايه دي مزهقاها طبعا، لما بنعمل جزء بيبقوا دايباتيك غالبا، فدول بالالكتريكال ستيميليشن بيبقى عالي قوي. ممكن نعمل ايه؟ كونتراكشن، العيانه دي بتبقى سعيده قوي لما بتتخف، من احلى العيانين اللي بتفرح الواحد لما بيشيلوا الاساطر، تيجي تقول ما انا بقالي اسبوع مش حاطه قسطره، عملت فيه كويس، فدي من الحالات اللي بتبقى جميله قوي بفرح بيهم، هم بيبقوا مكتئبين قوي. في
في كمان الكتروثيرابي انترا فاجينال، ده بيبقى للستات دايما اللي عندهم الايه ديسبارونيا والفاجينيزم، بيقولنا كتير البنات دول بقوا كتير ما بعرفش بقى حد عارف بدا يبعتهم اشوفهم بيقعدوا مثلا شهرين وثلاثه في بروبلم في ريليشن في بين وسبازم. الحالات دي مهمه قوي انها تخف، بتفرق قوي قوي لما بنعمل لهم بعد فيدباك يا اما بالون وبنعمل لها البالون ديت انها بتزيد في الحجم ونعلمها يعني ايه لما يبتدي البالون دي هتدخل انت ريلاكس ولما البالون تدخل لا امسكي عليها وشدي. دي حاجه مهمه قوي متعبه، لازم العيانه تبقى مطمنه وريلاكس وهاديه ونديها الميعاد الصح اللي هتعمل فيه الانتركورس، والا هيجي لها احباط بهدل الدكتور اللي عليك. لازم يبقى ميعاد صح، انت كده بيرفكت وثقه ويلا والامور هتمشي وهما يطمنوني طبعا وببقى فرحانه بيهم جدا، لان دول لما بيخفوا ما بياخدوش كتير، جلستين او ثلاثه دول قليلين، جلساتهم قليله، مجرد ان احنا عايزين عضله مشدوده تريلاكس، فدي مش صعب بس عايزه برده تراست وعايزه ثقافه. دي من الحالات اللي برده بتبقى عايزه ثقافه. وفي الالكتريكال برده ستيميليشن اللي ممكن نعمله للحالات اللي عندها كوكسيدينا، دايما بيبقى بيجي للناس اللي عندهم الكونستبيشن من الدايليتد كولون بيعمل لهم باك بين، ممكن السيستايتس برضو الحالات دي تستفيد. الالكتروثيرابي بيتعمل مش بنموت العيان، احنا بنعمله على اساس السبيشال ونعلي قادره تتحمل اكتر نعلي اكتر وهكذا، يعني مش بين فول خالص بالعكس. هم على فكره لما بعد كده بيخفوا بيها هم اللي بيقعدوا يقولوا لي فين الكهرباء؟ سيبك من اللون، يخشوا على الكهرباء على طول، هي اللي بتفرق معاهم وهي اللي بتريحهم بعد كده، بس بخاف يتعودوا عليها. بقول لها مش كل شويه هنعمل حبه ونسيب عشان ناخد جماهير ثانيه. بالنسبه للانترفرنشال، انترفرنشال جهاز قديم قوي وهو في المانيا انا شفته كان بيستعملوه لكن الجرياتريك بيشنز اللي فيري اولد ايج، يا اما نحط بادز كده من بره على بيرد فلور نعمل له سترينثنج. هو ضعيف لانه باسف ما بيعتمدش على العيانه هي اللي حاسه وبتقوي، اي حاجه باسف لازم هتبقى مش زي الحاجه الاكتف. ولكن انا في العياده ببقى عايزه الناس تخافوا بسرعه لان عددهم كبير، انا عايزاهم كمان يحسوا بالفرق، العيانه هيحس بالفرق بسرعه هتلاقيه كويس يجيب سمعه كويسه وهو يبقى مبسوط كلها هواي. فبستعمله كومباينيشن مع البايو فيدباك، دي التحبيشه اللي ربنا كرمني بيها اعملها اول ما جيت مصر، اقول ازاي يا سعاده المصريين وهم مش عارفين مش هيقدروا كتير، انا عارفه الشعب المصري ما عندناش كل عايزين نخف وبسرعه، الدكتور معاه العصايه السحريه عايز يخف بسرعه، فالجهاز ده بيساعد يزق مع العيان باسيف وهو يعمل في البيت اكسرسايزز واحنا نعمل بايو فيدباك عشان يفرق بسرعه. وهو فيري تولربل يعني بادز تتحط من بره في اماكن معينه بنظبط الالكتريكال كارنت بطريقه معينه وبيبقى سهل جدا ما فيهوش اي حاجه ونون انفيزيف حاجه بسيطه قوي ويت العيانه ما بتقولش منها حاجه خالص. في طبعا بوستيريو نيرو موديليشن اتكلم عنه الاستاذ الدكتور كابر وبيحبه جدا. ممكن طريقه طبعا بيركوتينيس وفي سبكوتينيس. طبعا انا في العياده ما بستعملش انا بخاف من الحاجات الانفيزيف وفيروس سي والعيانين وطفل صغير بيجي لي اطفال كتير مش هقعد احط له ابر في رجليه، الكلام ده مش ابليكابل. بعملها لهم بالسيرفس بس فعلا بتفرق برضه بستعملها. كل حاجه ممكن استعملها للعيان ما نستعملها مش هتضر لان بالعكس عايزين يخف بسرعه، فمن التكنيكس اللي انا بستعملها بالذات في الاوفر اكتف عن تجربه لها نتيجه فعلا جميله حالات البين، كل ما الحاجات تبقى في البين بتبقى برضه رائعه الجمال وهي اف دي ابورت في الفيكال انكونتنس، بس انا لا اقدر اقول عليه شفته بعيني الاوفر اكتف بلادر والبين. كل ما في بين ويعملها وهي سيمبل جدا، وانا لما ساعات العيان يبقى يعني عايزها وتعود عليها وبتاع بقول له جيب جهاز الكتروثيرابي واوصفه له وعلمه عليه واقول له استعمله معاك في البيت وايه وكمل بيه، بس المهم اديله شويه كده انا اينل مثلا بين فرقت قل بس ده عايز يروح ويجي لا خد جهازك واشتغل بيه في البيت. وزي ما قال الدكتور احمد حسين فكره فعلا جميله للمرضى. وهي فكرته زي ما قلنا بتحط على رجلين البيشنت وما فيهوش اي الم ما فيهوش اي حاجه خالص. الجهاز بقى الجديد اللي هو الكتروماجنتيك سيميوليشن، جهاز جميل طبعا في المانيا اشتغلنا عليه كتير في المستشفيات. هو باسيف باسيف ستيميوليشن للبلفيك فلور ماسلز عن طريق تكنيك اسمه هايفن هاي انتنسيتي فوكس الكتروماجنتيك، بيلحق انفيزيف سريع قوي قوي يقدر يعمل للعيان الكيجل اللي هو مش قادر يعملها. العيانه بتقعد على كرسي تشير تقعد عليه على ماجنتيك فيلد في حالات الاسترس حلوه قوي. الفيميل الفاجينال تونيك هم هناك طبعا اكتر استعملتهم عشان الفيميل اورجازم والحاجات ديت، احنا طبعا اكيد مش عشان دي انا جبته عشان تاني الدسنت اللي واقع ده لازم يبقى له حل، مش ممكن هقعد جلسات وباي فيدباك عايزين حاجه اقوى. لا بس لازم العيانه الاول تكون بتوع الاوبستراكتيف ديفيكيشن اتعلمت تريح والانازمس خف. العيانه اللي هتقعد على جهاز زي دوت وجلساته مكلفه جدا ان هو جهاز بملايين اللي هتقعد ليه وهي ما عرفتش في مشكله في التويليت
بيبان على الارقام في البايو فيدباك العيانه دي عمرها ما هتخف. عارفين يعني ايه اللي بيبني ويهدم؟ لانك تدخل التواليت بتحزق فالعضله هتايه؟ تقع تاني. فلازم العيانه دي تكون بيرفكت. العصب ما ينفعش يبقى عندها بوليمر نيورابثي، فلازم الاول تاخد انها تقوي تاني، وده ينجز ينجز يدي وقت سريع للعيانين البروستكتمي، عيانين بتوع البوست الهيستركتمي اللي عندهم الورينري انكونتنس، الناس اللي عندها الاريكتايل ديس فانكشن زي ما كنت بقول لكم احنا عايزين ياخد وقت طويل، دول هيفرقوا ده. بس لازم معاها الالكتريكال، ممكن تيجي اربع حاجات معاها كمان سيكشوال وفي يوروجينيتال بين ديس اوردرز. الفكره في ايه؟ طبعا الانسيدنس as we all know in Egypt unknown، بس طبعا الانسيدنس is more in women than men، وده اللي بيخلي ديتس دايما الى حد ما هي في يعني فيميل بروبلم. لو نتكلم على الامباكت as we all know psychologically كل اساتذتي اتكلموا عنها بتبقى very bad. انا بشوف الناس ديت مش عايشه حياتها متلخبطه ب functional disorder، حياتها اتلخبطت خالص والبوست عالي سواء surgery بيزعلوا او يعملوا مثلا لو ما نفعتش. الناس دي بتبقى تعبانه قوي عندها فعلا مشاكل كتيره. مش هتكلم كتير على الكوزز، استاذي دكتور جابر اتكلم عنها بتفاصيل، بس انا بقسمها زي ما كانوا بيسموها الالمان بيقولوا في extrinsic وفي intrinsic. الاكسترنسيك حاجات من بره زي child birth comorbidities زي الكرونيك كاف الاوبيزيتي والايتروجينيك بوست اوبرتيف، وممكن الانترنسيك جينيتكس في ناس عضلاتها كده كده بتبقى ضعيفه او البريجنسي او بوست منوبوز. انا يهمني برضه برزنتيشنز برضه قالها دكتور جابر جميله جدا وكلمكم عنها بتفاصيلها فمش هتطرق ليها، هي سبورتيف وفي الهايبرتونس للتون العالي وقالها بتفاصيل حلوه جدا. البرزنتيشنز كتيره كان بي ستارتنج فروم بلادر ديس اوردرز انكونتيننس اور ريتنشن باول ديس اوردرز فيكال انكونتيننس اور اوبستراكتيف ديفيكيشن از ماي بروفيسور دكتور احمد حسين ديسكاس. Sexual dysfunctions in women very common, dyspareunia and vaginismus, with pelvic organ prolapses and chronic pelvic pain disorders. اللي بشوفه أكتر حاجة فيها البريدندال نورالجيا والبريدندال انتربمنت من حالات كتير قوي اللي عايشة في وسطنا وتعبانة ومحدش عارف إيه الحالة ديت وبيقعد يلف كتير قوي. طبعا أنا ما كنتش هقدر أنجح من غير ما إن أساتذتي عملوا سبورت لما المريضة تقعد تروح للإيراجي يقول لها روحي عند الدكتوره ميرفت انت محتاجه بلفيك رويهاب، بعدين تروح الجاينا يقول نفس الكلام، بعدين تروح للكولوريكتيف نفس الكلام، العين خلاص بتهدى ساتيسفايد. يبقى انا اكيد علاجي عند الجزء ده، الديفكت كان عندي في البلفيك رويهاب. وانا دايما اقول لهم لما تلاقوا فيه شكوى كده في كذا حته عارف ده الحب، هو ده البلفيك رويهاب، انت عندك شكوى فيه مش تلفي ايه على الحته دي بس والحته دي بس. The question is very important. Do you think that pelvic floor disorders can be treated successfully with pelvic floor rehabilitation? Yes. The answer is more than 80%. يعني that is the first line of therapy worldwide. لأنه minimally invasive, simple, and cost-effective, and with a minimal side effects. Well, good news that now in Alexandria, احنا اسكندريه متميزين جدا. انا لما سافر المانيا بقوا فرحانين قوي وبيقولوا لي احنا فرحانين قوي ان اسكندريه اول مكان في مصر جمهوريه مصر العربيه في الكلام ده بدا، ودي حاجه رائعه جميله. احنا البروجرام وده تخصص بقى هنبدا بيه هنستارت ويذ الدايجنوزز والاسسمنت اند فيزيكال ميديسن، مش كيرولوجي ولا بولو ريكتال ولا جينيكولوجي، انا ليا رول معين اعمله ودي احلى حاجه. كل واحد فينا يعمل الجزء بتاعه ما ياخدش الجزء بتاع الجزء الثاني عشان ما يحصلش حتى العيان يبقى متلخبط ما بيننا كلنا. Diagnosis assessment, health education is very important. Then we have the therapeutic exercises, then usage of physical modalities, and this is my specialty. Diagnosis very important. A detailed history. لازم اسالها كويس قوي مشكلتك في حاجه الانوريكتال مشكلتك فيها ايه؟ لازم اسال كويس قوي على التويلتين تايم في السور وعلى الاماونت وعلى الانال بين، لازم اسال على اليورينري بكل الديتيلز بتاعتها، لازم اسال على السكشوال ديسفانكشن، لازم اسال عن البين عشان حتى وانا بعالج نعالج ايه؟ كله مع بعض، العينه ناخدها شيله واحده زي ما بيقولوا وتطلع مش مركزه على انها بعتها لي مثلا نيورولوجي فهي الجزء ده اللي يهمني فيها وخلاص، لا كباكج كله على بعضه. Very important بقى الاسسمنت as a physical medicine. What's my role? First to assess if the patient can isolate pelvic floor muscles contractions or not. يعني ايه isolate؟ العيانه تقدر تعمل correct pelvic floor muscle or contractions or not.
العينه بتبقى قدامي بقول لها كونتراكت وتشوف هل بتكونتراكت فعلا isolated umbilical form muscles ولا بتيوز another accessory muscles like abdominal muscles most commonly او الثاي او الباتكس muscles فبتيوز unnecessary muscles فمش بتتحسن بالعكس بيكون يحصل ايه worsening of the symptoms عشان بعد كده نشوف كمان السترينث شوف السترينث اوف ذا ماسل بالموديفايد اوكسفورد بحب اقيس اشوف فعلا ديجريت 4 ولا 3 ولا 2 عشان اقدر اختار اني فيزيكال موداليتي هتناسب العيانه ديت وانا كفيزيكال ميديسن عندي الكتروفيزيولوجيكال ستاديز وعندي كمان المينومتري فاجينال بريشر سنسور او انال بريشر سنسور which is used inserted في البيشنت ونبتدي نأسس السرعه العضلات السريعه الفاست ماسل اخبارها ايه هل العيانه بتعرف تعمل فليكس وهاو ماني فليكس ان 10 سكندز لان ده مهم قوي العلاج الطبيعي ليس ببساطه امسكي وسيبي صعب انا عدت في المانيا كنت فاكراه درست الدكتوراه بتاعتي هنا حاجه وهناك انذر وورد لازم يبقى كاستمايز لكل عيان لازم نعرف ان كل عيانه ليها علاج طبيعي برنامج كاستمايز ليها مخصوص ليها عشان ما نقويش قوي بزياده زي اي مصل يحصل فتيك يحصل ورشنج سنتوس نجهد العضله ولا نكون بنعمل حاجه ان افكتيف بتروح وتيجي وتروح وتيجي وعلى ما فيش العيانه ما بتستفيدش فلازم نأسس قوي اهم حاجه اول يوم الكشف دايما لما بيجوا لي محاولين من اساتذتي طبعا لهم كبار يجي يقول العيان انا قال لي جلسات انا داخل على الجلسات اقول له لا مفيش جلسات لازم الاول نكشف هو عامل يعني فكر الكشف اقول له لا والله مش لازم بس عايزه ابص لازم اشوف العيان ده الفاست ماسلز اخبارها ايه السلو ماسلز اخبارها ايه في حاجه اسمها اندورنس مينيمال كونتراكشن وفور هاو ماني في الوقت قد ايه التايم بتاعه العيان بيمسك قد ايه اللي هو السب ماكسيمال ولا الماكسيمال كونتراكشن وهاو ماني سكندز لازم كل دي حاجات بتتحسب بالارقام عشان نقدر نعرف البريسكرايب بيلفيك فلو ريهابيليتيشن بروجرام يبقى سبيسيفيك تو ايتش بيشنت وبنشوف كمان السترين بحب اشوف قوي كل عيان حتى لو هي مش فاكره لازم اشوف اكتر حاجه تقدر تمسكها قد ايه سكويز واشوف السترين العيانه دي بتريلاكس الفور ماسلز وهي يورينيشن ولا بتكشف ولا ذيرز ريزيستنس وذ ذيرز بين عشان اقدر احالج مره واحده برضه بالنسبه لي الالكتروفيزيولوجي هو سمبل هو انواع كتيره انا اللي بيهمني فيه دايما هو البيدندل نيرف لازم اشوف البيدندل نيرف في تقريبا يعني معظم الحالات بيبقى عن طريق السان مارك ليه عايز اعرف العيانه دي برضو هل مشكله نيرف ولا نيرف ومسل هل المشكله دي بريفرال ولا ممكن عيانين ساعات بيجي له الام اس وحالات نيروجينيك بتيجي من المخ والاعصاب ممكن تبقى الحاله دي سنترال انا عايز اعرف مشكله سنترال اور بريفرال وعشان كمان اكلم العيانه عن البروجنوستس بتاعها عشان كل عيانه ليها اكسبكتيشنز لازم تبقى عارفه انت مش هتتحسني الا 70 انت هتتحسني 20% يبقى هل ده مناسب ليكي ولا زي قلتها عشان ايش انا عندها توقعات عاليه جدا وتيجي تلاقي النتيجه مش هي دي النتيجه اللي هي متوقعها فكل ما هيكون انا بعمل السان مارك بستعمله بحطه على صباعي ندخله جوه الانل وبندي شويه الكتريك كده ستيميليشن ونشوف بالظبط النيرف دوت قد ايه المفروض ان هو ما بين 2.5 لو لقيناه عن كده ده في معظم المصريين حاجه غريبه انا لغايه دلوقتي يمكن بيتعدى على الصوابع بيطلعوا نار مش عارفه ايه السبب معظم العيانين دي ليت واضح ان في مشكله في التويليت الناس بتخش تحزق وتقعد وقت طويل زي ما قال دكتور احمد حسين في حاجه سايكولوجيكال كده مشكله في الشعب المصري ياكلوا كتير فيها حاجه انا قاعده اصلي في العياده بيجي لي العيانين قعدوا اعداد مش هقول لكم قد ايه بس حاجه صعبه قوي فبقعد ابص في الارقام مستغربه ايه بتكمل البيدنت نيرفس اللي عند المصريين كتير جدا فدي بتهمني ليه عشان انا قد مش هروح اقوي العدد لو انا سايبه النيرف لازم لو في بيدنت نيرفاثي ماست بي كوركت عشان البيشنت تو امبروف عشان تفيد عشان تحس ان هي اتحسنت وطبعا زي ما قلت لكم مهم قوي برضه النيرف ساعات بنعمله قبل السيرجي عشان دوت يساعد الدكتور ان هو يعرف الجراحه دي هتنجح ولا مش هتنجح يعني حاجه برضه مهمه مصل ونيرف ولا اونلي نيرف بالنسبه بقى للريهابيليتيشن بيبدا الاول بالهيلث ايدكيشن الهيلث ايدكيشن ستيب 1 ودي اول حاجه مهمه بقى هنبتدي خلاص نعالج المريض طبعا مور ذان 1 اور لازم يكون الكشف يعدي ساعه لانه لازم هنقعد مع العيانه لازم تفهم بصور بفيديوز ايه ده ايه الحوض ده ايه الاورجنز ايه البروبلم ايه الكومبلينت هي هتساعدني ازاي لازم هيبقى لها رول عشان تخف وانا دايما اخوفهم اقول لهم العيانه الشاطره اللي هاخد لها خايفين ما باخدهاش عشان ايه تشتحيلها كده وتبقى شاطره وان جهاز باي في البيت ده جهاز كشف كيس بقول لهم كده يعني هيبان الارقام بتزيد ولا ما بتزيدش عشان خايف هيطلع بره فكلهم يقول لك ويقول لها لو ما جيتيش لو ما خفيتيش هنا مالكيش امل بقى خلاص هديك تتمرمطي يعني جراحات وادويه عايزه كده فتخاف
فخلاص احس انها متفف ولازم تجرب الجهاز يوم الكشف بحبها قوي بحطه لها حاسه في وجع في بين في الم مفيش عشان العيانه ما يبقاش عندها حاجات ورمز من حاجات مش موجوده فدي حاجه برده مهمه جدا قبل ما نبتدي وابتدي طبعا نقول لها مين الاجهزه اللي هتستعملها هتاخد كام جلسه حاجه مهمه دايما يبقى عندي اكسبكتيشنز اضيف عليها جلستين ولا ثلاثه عشان العيانه لما تخف قبل تقول دكتوره شاطره ما تقعدش بقى تعيد عليا العد بالنسبه بقى لي اول حاجه اللايف ستايل موديفيكيشنز مهمه بتفرق طبعا اليورينري انكونتيننس حكايه اليورينري انكونتيننس ليه الاوفر اكتف بلادر ليه اللايف ستايل الكونستيبيشن لهم لازم بروجرام بديه لهم بالاكل وبالمواعيد وياكلوا الاكل اللي انا بقوله لهم اقول لهم اكلكم زي الخواجات شوفان ولبن وزبادي وبيزعلوا مني جدا ونمنع بقى على جنب خالص الرز والمأكول الحاجات النشويات لان معظم العيادة من كفر الشيخ في عندهم مشكله في الرز غير عاديه فدي من الحاجات اللي انا ملاحظاها جدا واضحه ان النشويات واكل النشويات بيأثر بالسلب جدا على الحالات جدا بعد كده الاكسرسايزز كيجل اكسرسايزز مات ذا بيشنت اكسرسايز ات هوم لازم تعملها في البيت عشان تساعدنا عشان اخلص بسرعه ودي حاجه انا بقولها لها ديلي بريكس از ذا كي اوف سكسس مش تيجي جلستين ثلاثه في الاسبوع فاكره انها هتفرق لازم تعمل الكيجل اكسرسايزز ات هوم اللي بتبقى كاستمايز هتمسكي كام ثانيه وتسيبي كام ثانيه اني نوع تمرين الاندورنس خفيف قوي وتمشي بيها ولا فليكس باس ولا ماكسيمال كونتراكشن لازم يبقى بروسكرايب لكل عيانه بديها البامفلت بتاعتها بارقامها عشان تبقى عارفه وكل جلسه ممكن نغير كل ما الاقي احسن ازود عليها عشان بنعمل تريننج للعضله عشان تبقى احسن According to physical modalities, and this is my specialty, نبدأ في أول واحد, البيوفيدباك. What's biofeedback? البيوفيدباك is very important. The behavioral therapy, فكرته إن هو بيأسس the contractions of the pelvic floor muscles, if it's correct or not, بتبقى displayed على computer screen as a visual, زي صورة graph, أو صور للأطفال حلوة قوي, أو عن auditory. أنا بحب أعمل طبعاً الاثنين, auditory والvisual, بصورة, يبقى قدامنا الصور وللكبار طبعا جرافس لكن صغيرين تبقى بصور تلاقي صوره بالونه فيل وفي زلومه بتطلع وتنزل حاجات كده فاهميني حاجات موتيفيشن للطفل وممكن كمان اوديتري ودي بتبقى لذيذه قوي برده للكبار وللصغيرين يعرف ان هو شايف وسامع فيبتدي يتعلم بك وايه فائده البايو فيدباك؟ هو بيتشك if we are doing correct pelvic floor muscle exercises or not because pelvic floor muscle exercises correct means that they are elevated and not incorrect I mean pulling of the buttock of the body towards the backbone leading to descent of the pelvic floor which leads to worsening of the symptoms لأن the researchers proved رينبرتن وبي ال verbal instructions a patient cannot learn هم اكتشفوا كده وكان ده سبب اكتشاف واختراع البايو فيدباك لازم البايو فيدباك والا العيانه هتعملها انكرك يحصل فاتيك يحصل بين يحصل ورشنج اوف ذا سيمبتومز سو اتس امبورتنت تو بي ا بريدج تو اول بيشنتس وذ بيلفيك فلور ديسوردرز تو نو هاو تو ايزوليت اند بيرفورم كوركت بيلفيك فلور ماسل اكسرسايزز لان الديلي براكتس بعد كده هيبقى سهل ديلي براكتس ان ذيس اكسرسايزز ويل امبروف اوف ذا كونديشن It prerequisites very easy biofeedback. إن العيانة تقدر تكونتراكت يعني على موديفايد أكسفورد جريد 3 يا دوبك تقدر تعمل لفت مش نجيب واحدة على رطة ضعيفة جدا وعايزين ندخلها في ريهابيليتيشن بروجرام. وسام برينيال تنسيشن. This is important. الأنواع كتير مانومتريك وإلكتروميجرافيك. أنا بحب المانومتريك لأنه أسهل وفي فاليز. إلكتروميجرافيك صعب شوية بيبقى محتاج أرديو ليه فكرة كده صعبة شوية. فالمانومتريك أسهل. في عندنا الحاجات اللي هي واضحة ده هو اللي هو الأزرق اللي هناك ده الطويل ده الفاجانا بريشر سنسر. ده اللي بيدخل في الومن اللي بيبقوا مارد الثاني لو مشكلتها يورينري الثاني اللي هو الازرق الصغير دوت الانن اللي بيدخل في الومن لو مشكلتها فيكال او لو عندي الفيميلز الفيرجن ممكن استعمله او لو عندي طبعا الفيميلز الاتشي زي ما قلنا من حاجه انن وعندنا كمان في الانن بروب ده الازرق والثاني الابيض ده اللي هو فاجينا اللي بيعمل ممكن يعمل حاجتين يا سيميوليشن ممكن يستعمله الى عكس ان احنا نعمل منه ايه ريكوردنج ونشوف قوه العضلات وده ديفيكولتي يوز ايه الانديكيشنز الانديكيشنز زي ما السؤال ده بتساله حضرتك ان حالات نحولها عشان نعمل البايو فيدباك في كونسرفاتيف انديكيشنز اللي هي زي الستريس زي اوفر اكتيف بلادر الميكس انكونتيننس البيلفيك اورجان برولابس جريد 1 الفيري فيري مايلد الفيكال انكونتيننس بجميع انواعه الايديوباثيك الافتر ان ريكتال مالفورميشنز الايتروجينيك
بعد الهيموريداكتومي. ممكن كمان عندنا البلفر فلور سينرجي اللي هي الحالات المثنه، او بتكلم على الاوبستراكتد ديفيكيشن كان بيتكلم عنها الاستاذ دكتور احمد حسين في السطول، ودي اكتر حالات ماليه العياده، مش ممكن عددهم كبير جدا تقريبا فوق 90% هم العياده كلها اوبستراكتد ديفيكيشن. وحالات الكرونيك بلفيك بين سيندرومز اللي بيجوا برضه عندهم دايما في بين في البلفس وفي الكونجشن وفي يوريجينيتال بين بيعمل لهم سايكولوجيكال بروبلمز. والفيميل سكشوال ديس اوردرز موجوده برضه كتير، الفاجينيزم شايفاها والديسفارونيا كتير عند الستات بس ما بتشغلش بالهم قوي، الاكثر هي مور الفيكال واليورينري. في حاجات post operative rehabilitation. Post operative rehabilitation according to the colorectal surgery after rectocele repair, after temporary stomas, after anal sphincter repair and radiotherapy to cancer rectum. لأن radiotherapy to the pelvis بيعمل pudendal neuropathy, so can lead to pelvic floor muscles weakness, which would need to be rehabilitated. Also, gynecological, after prolapse, construction operations, after hysterectomy, when there's also weakness expected after the muscle, especially in old age, urinary incontinence and fecal incontinence, after episiotomy, after radiotherapy to cancer and malignancy in the uterus, cervix, and cancer ovary. We urology, of course, after urinary incontinence, it's surgery and operation when still the patient had problem, or transurethral resection of the bladder, and after radiotherapy to cancer bladder. اشرح حاجه البروستاتا بروستاتومي بتحصل بعدها في مشاكل، ممكن يحصل ايكول فيتال بلادر، كل دي حاجات ممكن نقدر نعمل لها كابتيشن. دي البروبز بتفصلها في سيرفيس اللي انتم شايفينه على الجنب هناك فوق ده، ولكن اول واحد يستعمله يعني فيري مينيمال اتس نوت افكتيف لانه مش سنسيتيف، لكن اللونجيتيودنال بروبز اللي بتدخل جوه ديت دي بتبقى مور مور سنسيتيف واحسن كتير. والشطاره بقى والخبره ان نقدر نستعمل، لا دي ست صحيح ومشكلتها يورينري بس بلاش نستعمل فاجينا، نستعمل احسن الانا عندها شويه دراينس وبتاع هيتعبها ويجيب لها كومبليت. لا عيانه مشكلتها انا وعامله سيرجي وفي بين وفيها مرض، لا لا نخش احسن ايه فاجينا. يعني هي الفكره ان احنا كوبين كاستمايز لكل عيانه اي حاجه نستعملها بريشر، ولا نستعمل البروبز الالمه والبروب الكهرباء. يعني هي دي فكره العلاج الطبيعي، اي حاجه هنستعملها زي ما بقول لكم اللونجيتيودنال فظيعه مؤثره جدا، العيان بيحسها قوي جوه لان الاينا بتبقى عند بيوريك تشالس وعند بيوريك اكسجنس بتبقى ايه فاجينال، يعني حاسسها. بايو فيدباك نوعين double channel و single channel. The double channel هو ايه؟ double channel ده حاطين two channel، one to the accessory muscle. عيانة طول النهار تستعمل في بطنها بتشفط فيها او تستعمل الباتريس او الفاين، والشانل الثانية حاطينها بقى فاجينال او حاطينها اينا حسب احنا عايزين منها ايه العيانة نعلمها ايه. ونبتدي نشيك هيطلع قدامها two breaths في الفيديو. بيبان قدامها two breaths دول اللي انا قدامي انا عايزة ايه؟ عايزاها تكونتراكت only pelvic floor muscles with relaxed other muscles. وده بيحصل ازاي؟ بترايل وايرور غلط، وقفي ده ما يشتغلش، مش عايزين الجراف ده يهدى، التاني هو اللي يشتغل. ودي الصوره اللي باينه هنا مثلا، واحده من عيانهم كان عندها مشكله في الايزوليشن، الايزوليشن سهل، ولو متعب مع العيان ومش هيتعلم من الاول بالذات الاوبيس يبقى بلاش، هو بيبقى متضايق ان هو مش يعني في ناس بيبان انها مش هتعرف تتعلم بالذات لما يكون سنهم كبير قوي وقتهم طويل، يعني مش بتعلمهم. احنا قدامنا تو برافس، في جراف طالع من بلفيك فلور ماسلز واحد من ابدومينال ماسلز. العيانه بتشوف قدامها التو، نقدر نقول لها اللي تحت ده الابدومينال يهدى، شغلي اللي فوق لوحده، عايزه البلفيك فلور ماسلز بس هي اللي كونتراكت. لما العيانه بتعملها صح تقدر كده لسه في اثنين مش اكتر من كده المفروض. يعني خلاص دي خبره بقى مع العيان ونعلمه بسرعه عشان نخش بقى، والا دي لو ما اتعملتش على فكره يعني مش لازم خالص البلفيك فلور ريهابيليتيشن، لان لو ما دي تنجح هبتدي انا بقى اعمل الجلسات للبيشنت، مش لازم السترنثنج اللي انا كاتباها لي. يا اما انا عايز اعملها سترنثنج يا اما انا عايز اعملها العكس، عايز اعلمها ايه؟ تو ريلاكس. لو هي حاله اوبستراكتد ديفيكيشن بتوصل للسينرجيا في سبازم التون عالي، فهي بس توصل من العظمه وبعدين نبتدي بقى هنريحها يا اما هن ايه؟ هنقويها. هنا مثلا الريلاكسيشن، ريلاكسيشن بنقعد العيان في تواليتنج بوزيشن وحاطين البرو ونبتدي نعلمه يعني ايه يو كونتراكت ويحصل ايه بترايل وايرور. مثلا هنا عندنا في صوره للباك ان في ابدومينال ماسلز، هنا بقى عايزين ابدومينال ماسلز تو كونتراكت اند بيلفيك فلور ماسلز تو ريلاكس. خليكي مريحه خالص، الجهاز بيبقى فيه مثلا بيطلع في بيب صوت، نقول لها وانت بتهزقي بتبوش الجهاز ما يطلعش صوت والجراف يريح، عايزه ما فيش صوت، عايزه البريشر يبقى زيرو وبنسى بنسى المفروض الارقام بتقل. دي واحده من البيشنتس مثلا إيه اللي كانت عندنا عندها انزمس، ودي من الحالات الجميله الاطفال تقفل جلسه ممكن باي باي
ودول بحبهم عندما يقول الاطفال اقول لهم الشاطر هيخف في واحده الخير هيخف في الثانيه فتلاقي العيال ايه عايزين يخفوا بسرعه اقول لهم هتستريح من بلالين وزغازيغ ما اقولش الكهرباء طبعا الولد يموت اقول له زغازيغ عشان ودي سيفس اجيبه اعلمه سهله قوي بتبقى زي ما قال دكتور احمد بتبقى في الاول احمد حسين اللي عنده انيزمس بس ده تحفه ما دخلش لسه في المشاكل بقى الريكتوسيل والبرينيوم ديسنت والنيرابثي بيخفوا بسرعه قوي وعشان كده انا ده باخد الاطفال بسرعه عمر ما بستنى ان هم يعملوا انتظار والكلام ده عايزاهم اوان يجوا بسرعه ويمشوا بسرعه عشان ما نعملش جيل جديد من الجيل اللي انا شايفاه دلوقتي اللي دخلوا في سن المتوسط بقى ثلاثينات واربعينات كانهم الحوض بتاعهم في المانيا اللي عندهم 100 سنه والله ولا ال 100 سنه هناك عندهم كده بيبقوا احسن من كده بكتير فالعينه دي بريشر عالي جدا اراوند 50 وبعد 5 سيشنز نزل بقى كام؟ زيرو فدي عيانه خلاص بقت بتريلاكس ما بتاخدش ملايينات بتقدر تعمل تورك يوم بعد يوم على الاقل او كل يوم ولها وقتها بيرفكت وهو المطلوب تستريح ولا بلاش بقى ليها وقت معين بتخش مش هتقعد تدخل تزق على الفاضي وتخش بقى في مشاكل الديسنت والويكنس يا اما العكس احنا عايزين اول عضلات ودي اللي بتاخد وقت اصعب على الرغم من الناس بتفتكر ان اللي يرخي اصعب لا اللي بيرخي ممكن ياخد جلسه عضله تنس وعايزين نرخيها ممكن تبقى اسهل كتير عن عضله ضعيفه وعايزين ايه وده الاسبكت هو ده العيان اللي بيبقى مشكله بتقول لك هو انا هخف امتى؟ هو انا هاخد كام جلسه؟ ده لازم الواحد يبقى عارف ويقول له ان برضه هو معاه مفتاحه لازم تساعدني تعمل في البيت اكسرسايز اقول له ينفع واحد يروح جيم النهارده عضله زي كده تتخيط مثلا الرجاله وتبقى قد كده في يوم؟ استحاله لازم تبذلي مجهود جيم كل يوم شغليها وتيجي جلساتك وتلتزمي هتبقي كويسه ودي العيانين دول بيبقى لهم فاليوز يعني انا بشوف كل مره اقول لها مثلا امسكي 8 ثواني وريحي 3 لا انت هتمسكي 10 ثواني وتريحي 5 حسب كل عيان عشان نعمل يعني تنشن على العضله عشان العضله دي تتحسن وفي ناس محتاجه مننا زي ما قلنا الفاست ماسل فايبرز في عيانه محتاجه مننا السلو ماسل فايبرز اللي هي الاندورنس الخفيفه اللي نمشي بيها كل عيانه بتتعلم والعيانه تبقى مهتمه قوي كل مره انا معوداهم رقمي ايه بعد ما اخلص الجلسه الفاليوز هنا مثلا لمريضه كان ارقامها حوالين ال 50 البريشر العيانه دي بعد 8 جلسات الارقام بتاعتها وصلت لل 100 ازاي وقت اطول اللي فوق مسكت يوم ثانيتين وبدات تنزل الثانيه قادره تمسك ال 10 ثواني ده كلام مهم كل مره انت النهارده ارقامك كام؟ حوالين العشرينات ثلاثينات اربعينات ممتازه ماشي حلو ده موتيفيشن للعيانه عشان تبقى احسن واحسن تتشكل دي عيانه تانية كان عندها ستريس رينال انكونتنس وبرده زي ما انتم شايفين الفليكس كانت بطيئه قوي المثلثات ديت واسعه بطيئه بعد كده لما بقت احسن ارقامها بريشر عالي واسرع وفي وقت ايه اقل فدي حاجه ممتازه بالنسبه للعيان بايفيتاك عيبه بس ان هو وقت طويل عايز صبر قوي من الدكتور ممكن ياخد اقل حاجه 45 مينتس وغالبا احنا بنشتغل اينر وفاجينا بنروح في كل حاجه كل حته بنقعد ممكن ساعه ساعه وكمان ولازم زي ما قلنا تبقى كاستمايز لكل بيشنت ولما العينه بتخلص ما تسيبناش عشان تفضل ترجع تقول لها ايه تعالي كمان شهر تعالي كمان انت تعالي كمان ثلاث شهور وهي دي الاكسبيرينس كلها وفي العين بمسكها خالص ما بمسكهاش خالص انا عرفت انها بقت فيجلر شاطره تعمل لنفسها عضلاتها قويه دي هسيبها في عيانه لا محتاجه دايما تعالي ابص عليكي كمان ثلاث شهور وريني تكوني تعملي فيجلر كل يوم وهكذا البايو فيدباك لما انا جيت كان الدكتور احمد بيقول لي اشمعنى العيانين كان في ناس وكده ليه اشمعنى الناس بتخف معاك؟ البايو فيدباك مش سحر بس محتاج قوي عشان العيان يخف انه تبقى ليه كومبلاينس للجلسات قوي ويعمل هوم اكسرسايزز وده عمره ما هيحصل الا لما يبقى فيه الريليشن شيب فيري سترونج بين الدكتور وبين البيشنت دي حته حساسه ودي حاجه جديده على مدى الستات او في مصر ان حاجه تدخل وهنقول لها قوي واعملي هم الثقافه دي مش موجوده اساسا عايزه الثقه بساطه في التعامل العيانه تتكلم تقول لنفسها فيه نديها وقتها نسمعها تبقى مستريحه كان في جزء سايكو ثيرابي للعيانه عشان تبقى مطمنه ونشجعها عشان تقدر تكمل وتحافظ على جلستها وتجيب نتيجه ممتازه هو ده المطلوب. في طبعا اجهزه ثانيه الكتروثيرابي هكلمكم عن اول واحد اللي هو الكتريكال ستيميليشن دي كلمه تخوف طبعا انا كتير بقول فايبريشنز عشان الستات بتخاف ولما بقول لهم كهرباء هنديكي كهرباء في الحته دي حد تقول لي هتكهربيني قبل يوم الجلسه انت هتكهربيني اقول لها لا ده العيال الصغيرين بيعملوها بنسميها زغزيغ مش هنقول زغزيغ انا هم بقول لهم ايه فايبريشنز الالكتريكال ستيميليشن ده ليه انواع كتيره جدا الالمان بتاع انا لما عملت رسالتي كان هو واحد تقول بيشنز انا لما سافرت اكتشفت ان هم
اكتر من 35 اربعه، مش نوع، مش مو كتير قوي بريسكرايب لكل عينه. في نوع عايزين نعمل ستيميوليشن للمسلز للبيشنتس اللي مش قادره تحس العضله، لما بنعمله لها البيشنت بتقدر تفيل عشان تفيل بس مسل. في بيشنتس لا بنعمل لها جزء السنسري، في عينه عايزه مني الاحساس، عينه عايزه مني العضله، عايزه مني السترينث، عايزه جزء الموتور بتاع البيرنال مش الجزء السنسري اللي هتحس بيه. وفي نوع تاني مثلا العينه عندهم الاوفر اكتيف بلادر، في انذر تايب الكتروثيرابي الكتريكال ستيميليشن، ده بيبقى فاجينا، ولو جالي راجل هنعمل بينس للبلادر. وفكرته ان هو بيعمل ايه هنا؟ عايزينه هنا يسبرس في حالات ستريس، كنا عايزينه لا بالعكس ده ستيميليت ويسترينثن. وممكن نعمله حالات الايه كونتراكتايل بلادر زي ما كنت بقول، بتجيلي كتير الحالات دي، بتبقى عندها الريتنشن، تحط اساطر والحكايه دي مزهقاها طبعا، لما بنعمل بالذات بيبقوا دايباتيك غالبا، فدول بالالكتريكال ستيميليشن بيبقى عالي قوي. ممكن نعمل ايه؟ كونتراكشن، العيانه دي بتبقى سعيده قوي لما بتخف، من احلى العيانين اللي بتفرح الواحد لما بيشيلوا الاساطر، تيجي تقول ما انا بقالي اسبوع مش حاطه قسطره، عملت البي كويس، فدي من الحالات اللي بتبقى جميله قوي بفرح بيهم، هم بيبقوا مكتئبين قوي.